الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أما بعد، سأذكر يا أحبتي في الله طريقة بسيطة، وهي بإذن الله تكون سبب لعلاج كثير من الأمراض، وخاصة أمراض انتشرت في الآونة الأخيرة كجرثومة المعدة وقرحة المعدة والغازات والقولون، حتى السرطان يا أحبتي في الله، وكلام الله لا يعجزه شيء. وهذه الطريقة فعلها ابن القيم وذكرها. يقول ابن القيم: مكثت في مكة مدة تعتريني أدواء أي أمراض، ولا أجد طبيبا ولا دواء، فكنت أعالج نفسي بفاتحة الكتاب، فوجدت لها أثرا عجيبا، فكنت أصفها لمن يشتكي ألما، فكان كثير منهم يبرأ سريعا. وهذه الطريقة يا أحبتي في الله، أن تأتي بكوب ماء، ويفضل يكون الماء زمزم لأنه فعلها في مكة، وتقرأ عليه الفاتحة مرارا يعني كثيرا، ويفضل أن تكون وترا، لأن الله وتر يحب الوتر، تقرأها ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو تسعة، كلما قرأتها مرة تقول عم الشيطان جيب اسمه رحمك، تنفث بالماء، عندما تنتهي من القراءة تشربها بإذن الله سبحانه وتعالى، تكون علاجا وعافية لك. والله يا أحبتي في الله، ذكرت هذه الطريقة لأناس كثير منهم يشتكي من قرحة المعدة، من جرثومة المعدة والغازات، فشفاهم الله سبحانه وتعالى. فأتمنى من يرى هذا المقطع أو يسمعه أن ينشره، لعله يصل لمريض أو مريضة تحتاجه، فتكون سبب لشفاه. وأسأل الله سبحانه وتعالى باسمه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الشافي، من نشر هذا المقطع وكان مريض، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه ويلبسه لباس العافية، وإن كان له مريضا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم